أول رد رسمي من موريتانيا على جفاف سد جرف التربة الجزائري. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكونوا بخير جماعة وبصحة بسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع مهم جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف أول رد رسمي من موريتانيا على جفاف سد جرف التربة الجزائري، فما هي القصة؟ وأيضا عنا موضوع مهم، المغرب يعلن عن حدث هام جدا. قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط اللايك يا جماعة، خلي الفيديو تشير. خلينا مش رسا. قبل ما نبتدي الفيديو شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ في سابقة من نوعها، كما نعلم بعد الساعات معدودة هناك مباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب الجنوب أفريقيا. رئيس جنوب أفريقيا يدخل على الخط ويوجه رسالة لمنتخب بلاده. رئيس جنوب أفريقيا للمنتخب النسوي: الخسارة ممنوعة وأنا سأنام في المطار منتظرا عودتكم بالكأس من المغرب. في تصريحات مثيرة للجدل، وجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا رسالة تحفيزية لعناصر المنتخب النسوي، وذلك بمناسبة نهائي كأس أفريقيا الذي سيجري اليوم بعد الساعات معدودة ضد المنتخب المغربي النسوي بالعاصمة الرباط. وقال رئيس جنوب أفريقيا في رسالته المصورة: أنا هناك لدعمكم وأتمنى لكم الأفضل أمام المنتخب المغربي. وأضاف في النهاية: عليكن أن تعلمن جيدا أنني سأنام في المطار منتظرا عودتكن بالكأس من المغرب والخسارة ممنوعة. هذه كانت رسالة رئيس جنوب أفريقيا لمنتخب بلاده، وشكلت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. هل انتهى الموضوع عند هون؟ ايش جوابه؟ لا. الاستثمارات المغربية تتدفق الى فرنسا اولا ثم ساحل العاش. افاد مكتب الصرف بان فرنسا مثلت الوجهة الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في سنة 2021 بقيمة اجمالية 1.4 مليار درهم. واشار المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب الى انه في سنة 2021 شكلت كل من فرنسا 1.4 مليار درهم، ساحل العاج 1.2 مليار درهم، أمريكا 0.5 مليار درهم، مصر 0.5 مليار درهم، ونيجيريا 0.5 مليار درهم. وبهكذا نكون تكلمنا عن الوجهات الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج. وتمثل هذه البلدان الخمسة 89.5% من التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج برسم السنة الماضية. وحسب المناطق شكلت أفريقيا الوجهة الرئيسية لهذه الاستثمارات بحصة 58.1% في سنة 2021 مقابل 58.5% ب 2020 و 57.7% ب 2019. وعلى هذا الأساس وحسب التقارير الاستثمارات المغربية تتدفق إلى فرنسا أولاً. هذا ما أفادت به التقارير منذ ساعات معدودة. هل انتهى الموضوع عند هون؟ إيش جوابه؟ لا. بعد النجاح الكبير، نجاح حفل الكاف الذي حدث في المغرب، الإعلام الجزائري اليوم يتهجم على هذا الحفل. الإعلام الجزائري يصرح: حفل توزيع جوائز الكاف بالمغرب كان دون المستوى وكان أشبه بالجنازة. على ما يبدو نجاح الاحتفال الكبير شكل صدمة لدى الإعلام الجزائري، ورغم نجاح المغرب في تنظيم حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشهادة مسؤولي الاتحاد ونجوم كرة القدم في القارة السمراء،
إلا أن الإعلام الجزائري رأى ما لم يراه الجميع، وحاول تصوير الحفل بأنه أشبه بجنازة بفعل مقاطعة اللاعبين له، حيث قالت صحيفة الشروق الجزائرية التابعة للنظام الجزائري إن الحفل الذي أقيم بالرباط كان أشبه بالجنازة لا تنقصها سوى ترانيم الموسيقار الإيطالي الشهير أنيو موريكوني. وتحدث الإعلام الجزائري عن غياب النجم المصري محمد صلاح عن الحفل، إضافة إلى حارس الأهلي محمد الشناوي. وادعت وسائل الإعلام الجزائرية أن المصريين مثل الجزائريين مستاءون من تحول الكاف إلى لعبة في يد المغرب، وأضافت يبدي عديد الأفارقة السخط ذاته، فقط تنقصهم الجرأة مثل الجزائريين والمصريين، خوفا من أن يلحقهم الأذى القادم من دواليب الكاف. وليس هذا فقط، بل إن الإعلام الجزائري تجرأ وتكلم على لسان مصر، حيث ادعت الصحيفة الجزائرية مقاطعة مصر للحفل رغم أن نجوم كرة القدم المصرية كانوا حاضرين في الحفل من قبل وائل جمعة وأيضا أحمد شوبير، فيما غاب محمد صلاح ومحمد الشناوي لالتزامهما مع ناديهما. وختم الإعلام الجزائري بالقول إن المغرب اليوم هو الذي يتصرف بقرارات الكاف، ورياض محرز سبب إقصائه من هذه الحفل هو المغرب. بعدما رأيناه الآن من الإعلام الجزائري نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ودعونا نجيب بلسان موتسيبي الذي قال نحن فخورون بالمغرب داخل الكاف، والمملكة تبادر دائما لتنظيم التظاهرات الكبرى. وليس هذا فقط، بل إن رئيس الكاف يدعو الدول الأفريقية إلى الاقتداء بالمغرب. ومن أبرز تصريحات موتسيبي نحن فخورون بالمغرب في الاتحاد الأفريقي الذي كان المرشح الوحيد عدة مرات لاستضافة المسابقات الكبرى، يجب على الدول الأخرى أن تحذو حذو المملكة المغربية وتقدم طلباتها. على ما يبدو بعد نجاح التنظيم وأيضا بعد هذا الحفل الكبير الذي حصل في المغرب ونجاحه الباهر، شكل صدمة كبيرة داخل الإعلام الجزائري. واليوم الإعلام الجزائري يرى أشياء لا يراها إلا هو. اكتبونا بالتعليقات شكرا بهذا الشيء. ودعونا الآن ننتقل إلى المغرب يتجهز لبناء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية. كشفت وكالة الأنباء رويترز أن المغرب يتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع ضخم جدا بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت، غير أنه لم يتم ذكر أسماء الشركات ولا حجم الاستثمار الذي سيتطلبه هذا المشروع الضخم. حيث قال رياض مزور نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع المقرر لبطاريات السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيكون مصنعا ضخما غيغا فاكتوري وسيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي. وتجدر الإشارة أن صادرات نحو 250 مصنع مغربي للسيارات وقطع غيارها احتلت المرتبة الأولى للصادرات الصناعية خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة مبيعات الفوسفات، فيما بلغت مبيعات قطاع السيارات بالمغرب 4.13 مليار دولار بزيادة 24، وذلك إلى حدود شهر ماي المنصرم. وعلى هذا الأساس نحن اليوم نعلن رسميا عن بناء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية. والسبب الرئيسي من إنشاء هذا المصنع الضخم هو تزايد الطلب خارج المغرب وداخل المغرب، هذا ما أفادت به المصادر منذ ساعات معدودة. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب لا. أول رد رسمي من موريتانيا على جفاف سد جرف التربة الجزائري. في أول تعليق من موريتانيا حول هذا الموضوع كتبت وسائل إعلام موريتانية رسمية مقالا بعنوان طاحت الصومعة علق الحجام. بدأت الصحف الموريتانية بمثل شعبي مغربي يعكس تماما حقيقة ما يجري داخل الجزائر، ووصفت ما يحدث الآن أنه جميعه بإعاز من النظام الجزائري والحكومة والإعلام، والذي أصبح همه الأكبر
تشويه سمعة المغرب ومحاولة تحميل المملكة المغربية مسؤولية جميع المصائب التي تحدث هناك، سواء تعلق الأمر بحرائق غابات أو حتى جفاف السدود والأنهار. وأضافت المصادر أنه اتهمت اللجنة الوطنية للشؤون الخارجية والتعاون والجالية الجزائرية المغرب بالتسبب في جفاف مياه سد جرف التربة بولاية بشار، والذي انحسرت مياهه بشكل غير مسبوق متسببة في نفوق الأطنان من الأسماك الكبيرة التي تستوطنه، ممهدة لاختلال خطير في التوازن البيئي. اللجنة المذكورة اعتبرت أن قيام المغرب ببناء السدود واستغلاله المفرط لمياه نهر كير القادم من المملكة هو ما تسبب في هذه الكارثة الطبيعية، حيث أعلنت أنها ستلجأ إلى القضاء الدولي فور انتهاء التحقيقات. وأضافت وسائل إعلام موريتانيا رسمية أن المثير للسخرية هو التناقض الحاصل في تصريحات الجزائريين، إذ تؤكد جهات رسمية أن غرب البلاد يعرف موجة جفاف غير مسبوقة بسبب شح التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يحاول النظام الجزائري استغلال الكارثة الطبيعية إعلاميا للتحريض ضد المغرب والمغاربة وهم منها براء. هذا ما نقلته المصادر منذ الساعات معدودة. طاحت الصومعة علقوا الحجر. اكتبونا بالتعليقات شاركم بهذا الشيء، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب. يا سادة وإكسنال كل حبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.